ومعنا من ريف درعا الناشط الإعلامي عامر الحراني. مرحبا بك سيد عامر، ما هي تطورات المعارك في ريف درعا؟ مرحبا بك أخي الكريم، وتحية لكم لكل مشاهدين قناة التلفزيون العربي. طبعا المعارك ما تزال مستمرة في مدينة الشيخ مسكين، معارك كر وفر بين الجيش الحر وقوات النظام المساندة من قبل ميليشيات عدة، منها الدفاع الوطني وميليشيات إيرانية تساند قوات النظام في حملتها على مدينة الشيخ مسكين، أيضا بتغطية من الطيران الحربي الروسي والطيران المروحي الأسدي الذي يستهدف البلدة بشكل مستمر. طبعا اليوم كانت أجواء رديئة بسبب شدة برودة الطقس أدى إلى عدم تحليق الطيران الحربي والمروحي في ظل قصف متقطع يستهدف المدينة اليوم. طبعا الجيش الحر ما يزال يصد محاولات قوات النظام منذ 5 أيام، محاولات عنيفة الحقيقة في محاولة اقتحام هذه المدينة من الجهة الشمالية من جهة لواء 82 وأيضا من جهة بلدة قرفة الخاضعة لسيطرة قوات النظام. طبعا أيضا قصف عنيف يشهد هذه البلدة كما ذكرت، وأيضا الجيش الحر جاء عدة مؤازرات من كتائب وفصائل عدة في محافظة درعا، مؤازرة للجيش الحر في هذه المدينة لصد محاولة قوات النظام المساندة من قبل الميليشيات الإيرانية. طبعا أيضا الجيش الحر يستهدف مواقع عدة للتخفيف عن مدينة الشيخ مسكين في محافظة درعا، حيث استهدف مطار الثعلة في محافظة السويداء، وأيضا اللواء 12 والفوج 175 في مدينة إزرع، وأيضا بلدتي خربت غزالة وقرفة الساعتين لسيطرة النظام. شكرا للناشط الإعلامي عامر الحراني، كنت معنا من ريف درعا.